بس هتفضل برضه هي الصوره الوحيده اللي موجوده في مكتب نقيب الاطفال. دكتور ممدوح انا في سنه 97 فتحت الكنبه بتاع الفيوم 5/11/97 وكان من حظي الطيب ان انا لقيت الدكتور عليه وكان عندي شريط دي بصمه جميله يعني زي ما تقول ايه بدايه يعني الحياه اللي دخلت يعني نقلني ليه كل انا اللي حسيت بيها اكتر من سعادتكم كتير طبعا وانا بلف انا 99% من الاصوات اللي ربنا تفضل عليا بيها كانت من غيري اه والله يعني كنت ماشي في الشارع وشايفه ماشي جنبي لان الاقي اللي قدامي بيتكلم معايا كان بيتكلم ابويا فعلا تمام لا قل على 99% من الاصوات اللي كانت من وكانت للامانه كانت بدايته طيبه ونهايته طيبه الحمد لله اثنين البدايه طيبه والنهايه طيبه يعني السنه دي اللي طلع فيها العمره الدكتور وائلي كان مريض مرض شديد جدا واصر وانا هطلع بوش هناك وبيتمنى يموت في المدينة ويموت في المدينة ويدفع في البقيع. بداية طيبة ونهاية طيبة. راجل طيب ومحترم وكلنا بنعزه وبنقدره وهو فوق دماغنا كلنا طبعا.